من المطبخ إلى المكتب، من توزيع قلوب الحب ورومانسيات غاندي إلى الضرب على الطاولات، من الابتسامات إلى تقطيب الحاجبين والتهجم، من الأخوة والسلام ورسم الخطوط الحمراء عند العنصرية إلى وعود طرد اللاجئين وسعار العرقية. ما الذي يحدث مع كليتشدار أوغلو؟ أصبح من الواضح أن المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو يعيش تقلبا حادا بعد صدمة خسارته في الجولة الانتخابية الأولى. قرر على إثرها اتخاذ نهج فاشي في الجولة الثانية كآخر محاولة له في كسب أصوات الشعب التركي للوصول إلى كرسي الحكم. فبينما كان يتخذ عبارات الربيع والحب والسلام والتعايش في حملته، انقلب منذ صبيحة اليوم الأول للخسارة رأسا على عقب، إذ ظهر من مكتبه ببدلة رسمية تاركا القميص الأبيض ذا الأكمام المكفوفة مقطب الحاجبين يضرب على الطاولة. والله ده بالله ده سرنا كدر مجادلة جيد. ثم بدأ ببرنامج يومي لبث الكراهية والعدائية ضد اللاجئين. Buradan ilan ediyorum. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Bugün 10 milyon düzensiz mülteci içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. 10 milyon Suriyeli yetmedi. 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Ve gerçekten de tüm acıları ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. Hatta وصل به الأمر لاتهامهم بالإجرام وتخويف الناس منهم. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinasına dönüşecek, yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek. Genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkamayacaklar. Bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. تلاه أعضاء طاولته وعلى رأسهم ميرال أكشنار. Ya Suriyelileri gönderemeyiz. Allah bizi yakar diyenleri diyerek vicdanınızı kirli emellerine alet edenleri seçeceksiniz. Ya da tüm oyunları bozarak Avrupa'nın göçmen hendeyi olmayı reddedenleri, sığınmacıları da en geç 2 yıl içinde ülkelerine döndürenleri döndürecekleri seçeceksiniz. ومن ثم معاوني. Anlatıp sözlerimi bitireceğim. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkedeki pahalılık artık bekamızı tehdit eder hale geldi. Gitmek zorunda. Memleketleri var onların, memleketlerine gitmek zorunda. Sığınmacıların gitmesi lazım. Yani çünkü الحملة هذه لم تقتصر على التصريحات، بل قرر نزع كل يعود قدوم الربيع واستبدالها بيعود مقطعة الكلمات تعد بترحيل السوريين وحماية الحدود منهم وعدم السماح لهم بالعيش في البلاد، ناسيا كل وعوده السابقة من خطط تطوير الاقتصاد ودعم الشباب وإنعاش الليرة وإحضار أموال أباطرة المخدرات التي كان يعد بها. كمال بيه الذي خسر كل الانتخابات التي خاضها وجزءا من ثقة الشعب بعد فشله الأخير، يحاول الآن جاهدا التمسك بكل وسيلة علّه يفلح هذه المرة، حتى وإن كان باللجوء لبث الخوف والكراهية والتي كان دافعه بها كسب صوت القوميين أو اتخاذ نهج يميني حاد، لاعبا دور القطب الآخر مقابل تحالف الجمهور ومقلدا تيارات أوروبا السائدة. فهل ستنجح سياسات بث الخوف في التعويض عن أخطائه وعثراته، أم سيخسر للمرة العاشرة؟